كشفت قيادة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش عن تنفيذها 39 عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية في أقل من أسبوع. وقال بيان للتحالف أنه قام بتنفيذ 17 غارة على أهداف تابعة لداعش في مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وصلاح الدين. أضاف أن الاشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباك توزعت بين بحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وبيجي ووادي الشاي والموصل ومطار الجيار العسكري.